بما لا يقبل الشك بأن طبيعة الأداء السياسي للقوى زعاماتها أعتقد عمقت الفجوة ما بين عراقيي الخارج وعراقيي الداخل بشكل كبير جدا، ليس فقط يعني على مستوى القوانين التي أشرت إليها يعني وقضية الاستحقاقات، قد تكون هذه واحدة من القضايا الخلافية التي خضعت الآن إلى جدل كبير، لكن أتحدث عن قضايا أخرى قد تكون هي الصادمة، جزء كبير ممن تسنم المسؤولية يعني منذ عام 2003 وإلى وقت قريب جدا يعني كان مسؤول بشكل مباشر عن قرارات وعن ملفات فساد.